عليه. بصراحة أنا شفت رأس كتير وقليل بس ما شفتش كده بالحلاوة دي. أنا خلاص خلاص والنعمة حموت. هتجنن هتجنن إن شاء الله. إن شاء الله. إيه يا حياتي تتجنن يا عقلي؟ عزيزي أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا عايزك تديني فرصة تانية أثبت لك فيها حبي. أصل أنا بحبك. ولا إيه؟ لم نفسك بدل ما أحطك في الخلاط وأعملك عصير زفت أسافلت بيك الشارع. ليه يا زيزي؟ أنا بحبك 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 بحبها بحبها. ايه ده ايه ده لقيته؟ هو ايه؟ فردة الشبشب يلا اللي بدور عليها. اسمعني بس يا زيزي، ده المثل بيقول ان حبتك حية اتلفح بيها. المثل بيقول حية. امال ايه؟ اي مش حمار؟ فعلا حمار، حمار عشان بحب واحدة زيك. لكن انا عايز افهم، عادل ده بتحب فيه ايه؟ بتحب في عادل ايه؟ بحب في عادل طيبته، انسانيته، قلبه زي قلب عصفور الكناري. كناري مين يا ام؟ ده عبيط، ده اهبل. بحب عبط وهبل وارتحت. لا ما ارتحتش. طب قولي لي، هو بيحبك زي ما انت بتحبيه كده؟ مش عارفه. لا ما تقوليش مش عارفه اقولي. بس انا لمحت له كتير. يعني عملتي ايه؟ عملت له كده اهو. وريني. ما فهمش لغه الحواجب. طبعا. ايه ده؟ عملت له كده اهو. جابت معاه؟ ما فهمش لغه العيون. قلت له ما بنامش الليل. قال لك ايه؟ جاب لي منوم. نعم. شرحت له احساسي. جاب لك ايه؟ جاب لي دواء حساسيه. يا لهوي. كلمته عن مشاعر. جاب لك ايه؟ جاب لي شامبو للشعر. شامبو؟ كلمته عن الحب والجواز وقلت له ده ناموس الحياه. جاب لك ايه؟ جاب لي علبه بيروسول. بيروسول الغبي اللي بيحب يجيب ريد لايسيد الحاجات الحلوه دي. بره بره. ليه؟ اطلع بره. ليه كده؟ واحد يقول لي بيروسول والتاني يقول لي ريد. هم اللي بيعملوني على اني حشره. هم لو قلت لهم صرصور ودني يجيبوا لي ايه؟ العسكري. وانا بره وانا 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 وانا. الو. حلو يا بنت. ازيك يا زبيه؟ ازيك يا بنتي يا زيزي؟ اهلا وسهلا يا زبيه. لطيف قوي البرنامج يا بنت. ميرسي يا زبيه. بجد عالم اضواء كيفني مزجني على الاخر. ميرسي قوي يا زبيه. بقولك ايه؟ ايه يا زبيه؟ في ناس قاعده تحت. والله؟ اه. انا اسف جدا، ما كانش قصدي. طب بقولك ايه؟ ايه يا زبيه؟ مش هتبطل تعاكس البنات المراهقات الاقل من 20 سنه؟ يا منحنحه. انا منحنحه؟ ايوه. طب وكده؟ مرحرحه. وكده؟ مفلطحه. اوكي قولي لي بقى. اي يا عزبيه، الصرصار بتاعك كتب استعراض مقدمه المسلسل ولا لسه؟ عادل كتبه صور يا عزبيه. كتبه صوره؟ ايوه. ازاي كتبه يصوره من غير ما اراه وافق عليه؟ يا عزبيه ده انا هخرب بيته. ده انا هدمره. معلش يا عزبيه، انا هعلقه في عمود النور اللي قدام الشركه. اللي قدام الشركه؟ هاتوا الحبل وحطوه في قفاه لغايه ما اوصل. يا انا يا انت يا عادل يا رأفت. شوفوا انت هولو. شوفوني يا عادل حالا. يا استاذ عادل. عامل ايه؟ يخرب بيتك يخرب بيت عقلك. انت بتعملي فيا كده ليه؟ انت ما عندكيش خالص صبيان يا بنت. وحشتنا يا هلا. ده وحش مفترس. وحشتنا يا هلا. ابعد عني ابعد عني. طب بخ بخ. يا ساتر، في حد يعمل في حد كده؟ الاستاذ عزب جه ولا ما جاش؟ في السكه. طيب قلت له على المجد اللي انا عملته امبارح؟ هو انا قلت له وقال لي. استنى انا اقول لك هو قال لك ايه. اكيد قال لك ايه. الواد الهايل ده، الواد ده فظيع، الواد ده شنيع، الواد ده مريع. حد يعمل كده؟ ايه ده؟ كنت قاطع نفسي. لا مؤاخذه انا ما خدتش بالي. خدي النفس بس. انا اقول لك هو قال لك ايه. اكيد قال لك الواد ده هايل. يا بنت العضاضه، هو في الحقيقه قال ده جنان. الله، شفتي الفاظه حلوه ازاي؟ قال لك ده جنان. طبعا قال لك الواد ده موهبه، هرفعه هرفعه وعلقه في النجوم. هو من ناحيه قال هرفعك فقال هرفعك. وهيعلقني في النجوم؟ لا، هيعلقك في عمود النور قدام الشركه. شفتي عظمته؟ شفتي قد ايه الراجل ده جميل؟ قال لك عمود النور اللي قدام الشركه، مش عايز يبعدني عنه، عايز يشوفني بقى في الرايحه والجايه. بس عمود النور اللي قدام الشركه ده انا اطول منه يا زيزي. صحيح. مش مشكلة. طبعا قالك هاتوه حطه في رقبته اكاليل الزهور على بال ما اوصل. هو اتكلم على رقبتك بس قال كلام تاني خالص. عارفه
أكيد قال قصيدة شعر باللغة العربية الفصحى، حيث أمدح وأفلح وأثنى وأطرأ. أطرأ؟ إيه ده؟ هو أنا بقول أمدح وأطرأ على قطرة العين؟ أمال قطرة مين؟ أنت بتأوليني كلام؟ تتصوريش انا فرحان بيكي قوي. اشمعنى؟ عشان انت البني ادمه الوحيده اللي محسساني برجولتي وقوتي يعني. ازاي كل ما لطشك الاقيكي مهيصه ومزقططك. تعرف انا كمان مبسوطه بيك قوي؟ ليه؟ عشان انت الانسان الوحيد اللي بيحسسني بانوثتي. ازاي يعني؟ يعني عشان انسان تافه يعني. الله! تيجي نحط التفاهه بتاعتي على العبط بتاعك ونعمل شيء اهبل جميل كده. يا بت. لا ده عبط بجد. ايه ده؟ دي حيطة. دي حيطة دي. دي حيطة؟ اه. طب انا هوريك العبط اللي على اصوله. ايه ده؟ الصرصار اللي على الحيطة. انت عارف وانا واقفة قدامك؟ بحس بحاجة عظيمة. كلامك حلو قوي. حاجة عظيمة زي ايه؟ زي الاهرامات، ابو الهول. اشمعنى ابو الهول يعني؟ يعني عامل زيك، لا بيصد ولا بيرد. طب ما انا كمان لما بقف كده قدامك بحس ان انا قدام كليوباترا. ايه ده؟ اشمعنى كليوباترا؟ يا منفسه يا مكتومه، بعيد عنك. تعالي يا زوزه تعالي. ده انا عايش اسعد لحظات حياتي. اكيد الاستاذ عزف شديد قوي ما هيشوفني يقول لي خلاص هنتج لك المسلسل بتاعك كده. اوكي كده اوكي. قصه حياتي انا وصديقي مفتيح. انت بتعمل كده ليه؟ صاحبي مفتيح. هو اسمه مفتاح يعني؟ من واحنا عيال صغيرين وكل حاجة نص بالنص، وكنا رابطين بعضنا بفتلة زي دي. وبعدين هو سافر يا زوزة، بعد عني. بس انا ايه بقى متأكد ان اول ما المسلسل بتاعي يتذاع في الفضائيات هيعرف ان عايش وموجود وهيجي يشوفني. يا على لحظة اللقاء اللي بيني وبين صديقي مفتاح. يا زوزة بقولك ايه يا زوزة؟ ايه؟ تيجي نجرب لحظة اللقاء ديت؟ يعني اعمل ان انا مفتاح يعني؟ يا ريت يا ريت. بقول لك ايه، اعملي انك انت مفتاح وانا هقف هنا من غير ما اخد بالي، وتدخلي عليا ونشوف لحظه اللقاء. خلاص انا موافقه. اوكي مفيش مشكله خالص. انت ذوق قوي. ميرسي. انا هو مش واخد بالي. وانا هنا مفتاح. عادل خدت بالي؟ لو سمحت يا فندم ممكن ترفع ايدك اليمين؟ نفس الحسنه. ممكن ترفع ايدك الشمال؟ يا نفس السيئه. ممكن ترفع ايدك الاثنين؟ ريحه العرق المعفنه. مفتاح. عادل. مفتاح. عادل. وحشتني يا صاحبي. مالك يا بت؟ ايه انت طريقه كده ليه؟ طب ايه؟ مفتاح ده راجل. نخشني يعني؟ ايوه شويه عضلات كده وخشونه وصياعه يعني. وبعدين ما فرحتيش ليه لما شفتيني؟ بصي هفكرك بنفسي، هعمل لك الحركه اللي كنت بعملها له واحنا عيال صغيرين، تفرحي وتفتكريني. خلاص انا موافقه. انا هو مش واخد بالي. اوكي يلا. كلك ذوق والله. ولا عادل ولا مفتاح. عادل. مفتاح. عادل. وحشتني يا صاحبي. كل دي سنين فراق، حرام عليك. مالك؟ المفروض تفرحي، دي الحركة اللي عملتها له واحنا عيال صغيرين. ممكن اعرف بتعيطي ليه دلوقتي؟ حمار. مين ده؟ اللي بحبه. ليه؟ مش حاسس بيا. في ايه بتعيط ليه؟ حيوانة. مين دي؟ اللي بحبها. ليه؟ مش حاسس بيها. مش فاهمة ازاي يعني؟ نفسي احس بيها، نفسي تحس بيا، أي حاجة كده، مش عارف أعمل إيه. طب ما تحاول تلفت نظرها. ايوه. يعني ايه الفت نظرها؟ يعني اخزع عينيها؟ طب بص جرب معاها دي. ايه دي؟ فهمت. ايه ده؟ ايه ده؟ دي حركه عصبيه. ايه ده؟ بحب واعيه يعني؟ لا بناقص الحب ده. خلاص خلاص دي ممكن تجيب معاها قوي. ايه دي؟ يعني ايه دي؟ يعني الساعة 7 ما كنيش النيل. ومين ده اللي يصحى الساعة 7؟ أصحى الساعة 7 عشان أحب؟ لا أنا لما أشوفها أعمل لها كده. إيه ده؟ 5 و5 في روكسي.
طيب دي ممكن تأثر معاها. ايه بقى؟ انت بتنادي على فراخ؟ انا قابل حبيت تعملها. فهمت حاجة؟ هترجعي؟ مالي يا بنت اعصابك بايظة ليه؟ كل ده عشان الحمار بتاعك مش حاسس بيكي؟ ما هو بصراحة محدش هيبصلك. والله العظيم ولا حد ممكن يعبرك بطريقتك ديت. بص لنفسك في المراية. هتلاقي نفسك سوري يعني، هتلاقي نفسك قمر وشعرك سايح كده حاجة تقرف. ايه ده؟ وفساتينك حلوة حلاوة تموع النفس كده. ايه ده؟ جاتك البلا في جمالك. ايه ده؟ عينيكي ساحرة. يا مش قادر. ما تتعملي في خلقتك حاجة. اعمل ايه يعني؟ طلعي لك دقني. ايه ده؟ خلي الراجل ياخد باله منك، وبعدين ده تلاقيه على قد وانت ما شاء الله في العلالي. شوفي انت عندك شقة على النيل وعربيتين، شوفي عندك كام فستان وكام كومبليزون. ده انت عندك بلاوي. طب ما الحمار كده يتبسط. يتبسط ازاي؟ ده حمار يعني، عنده عزة نفس، عنده كرامة. يا اخي حرام عليك، هتجيب لي السكر. لحظة واحدة يا زوزة، لحظة واحدة، ما تزعليش. انت رايح فين؟ عايزاه سايب ولا مكعبات؟ ايه؟ مش عارف مرض السكر؟ مرض السكر؟ تعالي الف بعد الشر عليكي، مرض السكر ليه علاج دلوقتي؟ سفي نمل. على قد ما تقدري تسفي نمل يعني. النمل هياكل السكر اللي في جتتك كله. اوكي سفيت نمل. كويس، ايه اللي حصل؟ رجلي نملت. بشرة خير، الاستعراض بتاع الساعة 9 لازم تشوفيه. قول. اي اوعى. كان بيعمل ايه الافندي ده هنا؟ عايز ايه؟ ولا حاجة، جايب لك شربات. مناسبة ايه؟ بس انت مش فاهمة، عايزة بيه ان انت لازم تخلص وتمسح المكاتب. قلت له عيب، انا مدرب رأس محترم ومخرج. قال لي ما ينفعش. انت برضه؟ قلت له ما ينفعش. قال لي طب خلاص، خلي شربات بنت عم زناتي الجنايني تعمل الشغل. طب دخلها يلا. حاضر عم زناتي. ايوه تعالى يا عم زناتي. ايوه انا جاي اهو. سلام عليكم. اهلا وسهلا يا ست الهوالي. ازيك يا عم زناتي؟ الله يخليك يسر اصلك يا ست. ازيك يا زناتي؟ ازيك يا عميني؟ اهلا وسهلا. اسكت. خير؟ مش تنعزب بيه؟ بعتني بعثه امريكي. في امريكا؟ ايوه، قال لي عايزين خبراء اجانب. يا راجل في امريكا؟ اي أيوة والله كده اهو. لو قلت امال يا زنات، روح جرب حظك وابتدي حياتك. ما يجراش حاجه يعني كده بقالك. ايه ده؟ انا ناوي على نيه، انما اللي هي اكتر من كده. ايوه والله. ايه انا هروح امريكا. ايوه اتعلم الطيران. ايوه وبعدين باجي هنا ايه؟ اسوق بقى. تسوق ايه؟ الهبل ولا العبط؟ أيوة فين شربات؟ ايوه شربات، انا جبتها. ايه ده؟ يلا خش يا شربات. شربات يا بنت انا مسافر. غار يا بغار. سلام يا ابو. سلام. اوعى تدوس على حد وانت ماشي يا ابو. استر. اصله تروبش. مش بقول لك شربات؟ يلا قولي دستور. دستور. وكمان دستور. دستور. طيب سمعي بقى ستك النشيد اللي انت حافظاه. اهلا بكن اهلا بكن. ايوه. يلا احنا جينا عندكن. احنا فرحانين احنا مبسوطين. مش فاهمة يعني. وبعدين يعني؟ شكرا لكم شكرا لكم. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى روح عند ستك، حب على ايدها عشان ترضى عنك كده. بيقول لي حب على ايدك يا ست عشان بتقول له اوعى فطت كده. هي فطت كده؟ ايوه. لا ما يصحش، اجرعتيها من شعرها. بيقول له اجيبك من شعرك يا بيواني حاجات. بتقول لي بنه صدرت صباعها في مراخيره. فين؟ في مراخيره. لا 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 ما تزعليش يا شربات، هدي بقى اللي هتنظف المكاتب. دي اللي هتنظف المكاتب؟ قصدك هتوسخ المكاتب. انا ماليش علاقه، عايزه بيئه لو هتوها جبتها. خدي بالك من نفسك يا شربات. سلام يا ابو طويل. الله يخليك. انت طويل على الفاضي كده. لا ولا ايه يا بت؟ في ايه بتنضفوا بالسقف دي ولا ايه؟
سلام، ايش ايش ايش، اهدى، ريحتكم حلوه، انتوا عايشين هنا ولا؟ والله انتوا عايشين في الجنه ومش حاسين. بالكم انا لو حدا الوسعه كبيره دي اجفها بط وارانب ويقعد. وايه الراجل مركب شباك ازاز على مناخيره ده؟ والستات قاعده في ريح الرجاله، عاب اهدى. بس ريحتكم حلوه. هو ده يبقى جوز امك؟ ده تعجب الراجل مصيبه. التاني جوز امك؟ ده جوز ام انا ده. يا زناتي. اه يا حلوه، مالك بتزعقي كده؟ لا زناتي يبقى جوز امك. بقول له يابا. وامك فين؟ وانيش دراني. بيقولوا ماتت. ماتت؟ وانيش دراني. بيقولوا كانت غزيه. غزيه؟ وانيش دراني. لقوها غرقانه في الترع. جوز امك؟ اشمعنى؟ كان حبسك فين؟ كان حبسني في كشك سيد الكلب اللي في الجنينه. مع كلب؟ لهو انت ما دريتيش؟ وانيش دران. مش صيد الكلب فيطس واحنا سكننا بداله؟ يا سلام، منتهى الانسانيه. اللي انا قولي لي يا سيد، اللي انتوا بتعملوا هنا مسخره؟ مسخره؟ ايوه، عن راس ومغنى وكده. وانت شفت الكلام ده فين؟ ببص من خرم باب الكشك وانتوا بتعملوا بلوفر. اه، واحنا بنعمل بروفا. ايوه، وانت تعملوا بروفا. ايوه. وعديكي بقى، اني اول ما اشوف الرقاصين بتوعكم بيرقصوا والمزيكا تشتغل من هنا اقعد ارعش كده زيهم، وهني شويه وهني شويه، واعمل الدواريه دهيه. والله ما تحبيش فرامل ولا ايه؟ وانيش دراني. ما انت مسخره اهو. يعني على قد موسم يا سيد. مش قلت لكم امك كانت غزيه؟ وبعدين المثل بيقول اكفي الايدري على فمها تطلع البت. لا لا، لاختيه. وبتفكري لبته يا هبله. يا سلام، كل ده خرج من كشك الكلب. الا قولي لي يا سيد، الهني يعني ما ينفعش اطلع في التلفزيون بمنظرك ده؟ وماله منظر يا ست، ماني حلوه اهو. ايه يا شربات، انت عمرك ما بصيتي في المرايه ابدا؟ وانيش درانه، لا احنا عندنا مرايه من اصله. انا ببص في الطاسة الالمونيا واشوف ناس تتشاش مع ويجه كده. شربات، ايه فاكره اخر مره استحميتي فيها في البانيو كان امتى؟ استحميت يعني؟ عمرك ما عملتي شعرك وافير؟ ها؟ عمرك ما عملتي باديكير ومانيكير؟ ها؟ يعني شو هدومي؟ عندك غيرها؟ طبعا انت ما عندكيش المنسحه اللي انت لابساها. قصدك الفستان. واللي انت لابساه ده بسميه الفستان. امال ايه يعني؟ بنكلون سكريتش. ماشي، سمعت عن حقوق الانسان؟ ها؟ الانسان. وانيش دراني. سمعت عن جمعيه الرفق بالحيوان؟ ايوه، اني اعرف الجاموسه والبغل والحمار. ودول بيعرفوا لك ايه؟ لا كده يا بت. لا كده بنت اللذينه. بت، انت بتهزقني او لا يا مجنونه انت؟ في امل؟ بتهزقني؟ لا مش انا اللي بهزقك، ده الزمن هو اللي بيهزقك. وكمان الزمن بتكتروا على اولاد اللذينه. معلش يا شربات. اه يابا، بتكتروا على لا يا اولاد اللذينه. في امل؟ لا بلاش الكرباج. لا الكرباج اهدى. في امل؟ اهدى بالله، لا انا مفترين. في امل؟ اه اصدقي انا اما. معلش يا شربات، اتسيت عليا قوي. ان شاء الله يخليكي. بصي يا شربات، رد على المهبول. أي عزب بيه اللي انت جايبها دي؟ دي تحفة. طب خلاص انا اتصرف معاها. يلا باي باي. هاي يا سيد، تعال شغليني في التلفزيون. بصي يا شربات، من النهاردة انا مش هسيبك. هحميك، هسرحك، هنضفك. سرحيني نضفيني. هعلمك، هنورك. علميني نوريني. توعديني تفهميني؟ وانش دراني. اوه ما تقوليهاش. كشكشها ما تعرضهاش. ايه؟ كشكشها يا اختي ما تعرضهاش. ماشي يا شربات. بص يا شربات، انا زيزي. قولي لي يا زيزي. ست زيزي. لا قولي زيزي بس، قولي اسفة. اسفة. انا مين؟ اسفة. خليكي معايا. ايوه ماني معاك. اهم حاجه في الدنيا الثقه بالنفس. يعني ايه؟ يعني تعملي زي وتقلديني. ايوه اني واثقه من نفسي. غرور. ايوه المرور. ايوه المرور. ايوه.
فرفاسة. فرفاسة ايه يا بنتي؟ اعمل ايه يعني؟ اتنفخيلي. اتنفخ؟ ايه ده انت كده هتفرقعي؟ وحش يعني يا ست؟ لا انت كده اكسلنت. يا بنت اللذينة بتأزقني تاني. يا بنت اكسلنت انا ناجحة بامتياز. الحمد لله يا جماعة اني اكسلنت. بتغني؟ ايوه. وبترقصي؟ ايوه. حافظة ايه؟ اهلا بيكا اهلا بيكا يا اللي احنا جاي. يا بنت اللذينة ولا يا عمر انت. انت بلديات يا بيه؟ بات! مش حافظة اي حاجة تانية؟ ايوه يا ست اني حافظة واني ماشية عن اذنكم عن اذنكم يا اللي احنا كنا عندكم احنا فرحانين واحنا مبسوطين. مش بقولك بلديات يا بيه؟ بت حاجه ليا مش حافظه حاجه ليا. ايوه اني حافظه الاستعباط بتاعك. استعباط؟ جالك دوار ولا ايه؟ بت طب يلا نعمل الاستعباط بتاعي. ايوه صديقي مفتيح بطولة صاحب المحطة الأستاذ النجم.